ازيكم، انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، ولايك بقى كده وشير مع اصحابكم. النهارده بقى نعمل حاجه مختلفه وسهله جدا كمان. النهارده هنعمل حظاظه. طبعا احنا عرفنا ازاي نعمل الفيونكه دي في الفيديو اللي فات، وهسيب لكم الفيديو في اخر الفيديو تضغطوا عليه هيشتغل معاكم على طول. يعني في اخر الفيديو ده هتلاقوا فيديو طريقه عمل الفيونكه، تدوسوا عليه هيشتغل معاكم على طول. عندنا خيط جلد اللي هو زي ده، هو جلد جاهز كده مضفر اهو، تمام. انا قسته على قد ايدي بالظبط، يعني بصوا زنقته يعني على اقصى حاجه، بصوا كده، ولفيته جامد 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 جدا علشان يكون على اقصى حاجة كده على الايد، تمام. هو ده كده مقاسه 30 سنتي عشان برضو تعرفوه، بس اهم حاجة لما تيجوا تقيسوه على ايديكم تزنقوه جامد علشان بعد كده هنحط اقفال فهتديله وسع شوية، تمام. عندنا اهو هنحتاج كمان ايه، مسدس شمع علشان هنلزق الفيونكة بالشمع. ولو ما عندكوش الشمع هنشوف هنعمل ايه. هجيب بقى الحتة دي، بصوا بقى بتحطوها كده على ايديكم، تمام، وتجيبوها لحد هنا، حلو كده، لحد هنا بالظبط، علشان هنشوف احنا عايزين نحط الفيونكة في النص كده بالظبط هنا. فهحط بقى صباعي، اسيب صباعي كده اهو، ممكن نروح حاطين القفل كده علامة لحد ايه ما نيجي نحط الشمع على الفيونكة علشان نعرف نلزقها على طول. اهو ادي المسدس اهو، بصوا حطيت الشمع عادي خالص اهو، تمام. وهروح بقى شايلة مكان القفل ده بسرعة جدا كده اهو، وهلزقها على طول في الجزئية دي، تمام اهي، علشان اما نيجي نحطها على ايدينا احنا محتاجينها تبقى في النص، حلو كده. بقى الشمع طالع من هنا، فبصبعنا نروح شايلين الحتة دي علشان ما يكونش فيه اي ايه شمع طالع ويبقى شكله وحش ومبوظ الدنيا، تمام. هنشيل بقى كل ده اهي، بصوا بقى على الايد اهي كده في النص اهي. اهم حاجة الطرف بتاع الخيط التاني يبقى في نص الجزئية دي كده، في نص ايدينا من هنا، شايفين اهي، علشان تبقى الفيونكة مظبوطة. طبعا احنا بعد كده خلاص بقت في النص، فبصوا احنا عايزينها تبقى ايه، الجلدة ملفوفة على ايدينا تدينا الشكل ده مع الفيونكة. خلاص كده احنا لزقنا الفيونكة، نجيب بقى الاقفال ونبتدي نثبتها على الجلد عادي خالص زي ما احنا متعودين في اي حظاظات بنحط لها الاقفال. هتلاقوا برضو فيديوهات مختلفة لحظاظات كتير تحت الفيديو في السهم الصغير اللي تحت الفيديو وفي اول تعليق تحت الفيديو، وهتلاقوهم كمان منظمين في قوائم التشغيل او البلاي ليست على القناة، وهتلاقوا في العلامة اللي شبه علامة التعجب اللي فوق الفيديو دي برضو قوائم تشغيل لفيديوهات كتير بتضغطوا بيشتغلوا معاكوا على طول. هنركب بقى الحلقات والسلسلة والكلام ده زي ما احنا متعودين عادي جدا في الطرفين. بصوا كده خلاص، بمجرد ما حطيت الفال من الناحيتين وحطيت لها اهو دلاية في الاخر، شايفين بقى، بصوا كده عشان زنقتها على ايدي بالظبط، بصوا بقت على قد حجم الايد ازاي، مفيش بقى وسع ولا اي حاجه. فعشان كده بقول لكم زنقوها على ايديكم جامد جدا وما يهمكوش، يعني كده كده القفل ده بيديها وسع، يعني حتى لو ضايقت قوي على ايديكم القفل هيديها وسع، وبالسلسله بقى تقدروا ايه توسعوا وتضيقوا زي ما انتوا عايزين. شايفين شكلها بقى جميل جدا ازاي. بصوا بقى شكلها، شكلها جميلة جدا يعني، بصراحة انا عجباني جدا. هوريكم بقى ازاي نلزق واحنا ما عندناش مسدس شمع. ادي الفيونكة اهي، وجبت لكم برضو شريطة ستان كده هنجرب نلزق عليها، تمام. عندنا شمعة عادية اهي، الشمعة العادية اللي بنحطها في المسدس، وادي الولاعة هنلسع بقى كده من الطرف اهو، نلسع كده لحد ما الشمع ايه يعمل معانا شوية، وفوق اهي من وراها تفضلوا ايه تحطوا كده، ولو لقيتوها ما لسعتش قوي زودوا النار تاني ولسعوا شوية. بس اهم حاجة بقى في الموضوع ده ان انتوا بسرعة 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 تلسعوا
تروحوا هوب كده على طول حاطين، فاهمني؟ علشان ايه ما نضيعش وقت كتير ونخلص ونلزقها على طول، ما تلحقش تنشف اهو. واتلزقت اهي عادي خالص اهي، زيها زي المسدس، ما فيهاش اي حاجه. يعني مش هنعقد نفسنا، ما عندناش مسدس نقدر نعمل اهو عادي خالص. ممكن دي برضو شكل مختلف اهي تعملوها، يبقى شكلها جميله جدا برضو. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب او اشتراك، وتفعلوا خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ولايك بقى وشير الفيديو مع اصحابكم.